إليكم تفاصيل الأخبار. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يوما بعد الآخر في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتجديد السياسات النقدية وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميا لمستويات غير مسبوقة مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن بما يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية. جاهزة يا دكتور معيط يا وزير المالية. ايش معنى؟ فين فلوسك؟ بحبح علينا شوية. طب يا دكتور معيط اسمعني وحياتي. ايش معنى؟ مش عايزة فلوس، عايزة اغطي احتياجاتي. يا دكتور معيط اسمعني يا عينيا. ايش معنى؟ جوزي خارج الخدمة، عايز اصلاحات جوهرية.